مساء الخير. بعد ترويج صحيفة البعث التابعة للنظام لفكرة فرض رسم اغتراب على السوريين المقيمين خارج البلاد، أقر ما يسمى مجلس الشعب ما وصفها عقوبة فوات الخدمة العسكرية على من تجاوز سن 42 عاماً، والتي تنص على الحجز التنفيذي المباشر لأملاك الممتنع عن الخدمة وبيعها في المزاد العلني ما لم يبادر صاحبها لدفع مبلغ 8000 دولار، علماً أن النظام ذاته أصدر العام الماضي قراراً زعم فيه العفو عن المنشقين عن ميليشياته داخل البلاد وخارجها. فإلى أي حد يعكس أو تعكس هذه الخطوة درجة إفلاس نظام أسد بالمعنى المالي والأخلاقي؟ النظام الذي باع سوريا للروس والإيرانيين يحاول إنعاش خزينته وترقيع أزمته على طريقة العصابة والمافيات، فيلجأ لفرض الإتاوات على شعب تجاوز 90% منه خط الفقر، والآن يلاحق من هجرهم محاولاً ابتزازهم ببيع عقاراتهم أو المساومة عليها. فكيف سيتم تحصيل هذه الإتاوات؟ وما هي تبعات هذا القانون الذي وصفه كثيرون بالجائر، معتبرين أنه قانون سرقة ما تبقى من أملاك اللاجئين؟ هذا ما سنناقشه بالتفصيل في ملفنا الأول من هنا سوريا. في محورنا الثاني، وحتى من وظف عناصر ميليشيا أسد عملاء عنده، الاحتلال الروسي يتململ من فشل الميليشيا بإدارة الكثير من الملفات، ومنها ملف المصالحة في درعا التي تشهد يومياً عمليات اغتيال لم تتوقف منذ السيطرة العسكرية عليها قبل أكثر من عام. كما تشهد أيضاً درعا توسع نفوذ الإيراني الذي سهلته ميليشيا أسد، ما أزعج الروس من انتقال الولاء لصالح إيران وحزب الله، ما اعتبره فشلاً من قبل ميليشيا أسد بإدارة ملف درعا، وهو أيضاً ما دفع بالمحتل الروسي لفرض شخصية عسكرية جديدة تعمل على ضبط الوضع في درعا على غرار العملاء الذين قادوا المصالحات قبل عام ونصف. فهل تكون للاحتلال الروسي اليد الطولة في درعا كما في الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق؟ وهل فعلاً روسيا منزعجة من انفلات الميليشيات الشيعية في درعا؟ أم أن هذا الأمر يأتي تنفيذاً لرغبة إسرائيل بإبعاد الميليشيات عن حدودها وتعهد بوتين السابق لها بذلك؟ وما هو موقف فصائل المصالحات مما يحدث في محافظتهم؟ وما هو المصير الذي ينتظرهم مع الروس المعروفين بنقض مواثيقهم؟ حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلاً بكم. أهلا بكم مجددا. قالت وسائل وإعلام موالية إن مجلس الشعب التابع لنظام أسد أقر تعديلا في مواد الخدمة الإجبارية ينص على إرغام المكلف الذي تجاوز 42 عاما بدفع 8000 دولار أمريكي أو الحجز التنفيذي على أمواله المنقولة وغير المنقولة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار، ولقى هذا القرار سخطا شعبيا واسعا خصوصا بين المهاجرين الذين اعتبروه عملية استيلاء فاضحة على أملاكهم بعد تهجيرهم منها، في حين اعتبر مغتربون القرار استمرارا لنهج آل أسد باعتبار سوريا مزرعة خاصة. متابع التقرير ونعود للنقاش. ولك على الخشب شالوك، إما أن تقتل في سبيل كرسي بشار وتحمل على خشب إن وجدت، أو أن تدفع لكرسي بشار قوتك وقوت أبنائك وبالدولار حتى لو كنت مهجراً أو مغترباً أو هارباً من تلك العصابة إلى ما وراء البحار. تحاربون حتى لو كنت في البحار. على ذكر البحار ومجلس التصفيق وعلى مبدأ نقتلكم أو ننهبكم، يخرج مجلس الشعب التابع لنظام أسد بقانون سرقة جديد، فيعاود استهداف السوريين المغتربين ممن تجاوزت أعمارهم 40 عاماً. وبحسب وسائل إعلام موالية، فإن القانون ينص على تعديل إحدى فقرات التجنيد الإجباري للأشخاص الذين تجاوزوا سن 42 عاماً
وبموجب التعديل يحق لميليشيا أسد إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع، أي الممتنع عن تسديد بدل التجنيد الإجباري ضمن مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور القرار، وبناء عليه تصادر ممتلكات وأموال الشخص دون الحاجة لإنذاره. يقر في جلسته برئاسة. اللافت هنا هو عملية النهب التي بدأت تأخذ شكلا تصاعديا، فبينما تتراوح رواتب نظام أسد لموظفيه ما بين 20 دولاراً و50، تحدد هذه العصابة قيمة البدل المفروض ب$8,000 أمريكي أو الاستيلاء على الممتلكات ومنحها لاحقا لغرباء ومستوطنين أغلبهم من جبال الساحل، في حين استغرب ناشطون ومغتربون من هذه الأرقام الخيالية التي تحاول تصوير المهاجر السوري ككيس من الأموال، رغم أن الواقع يشير إلى نقيض ذلك من صعوبات ومعاناة. إلا أن آخرين ذهبوا إلى أن نظام أسد يسابق الزمن قبل أن يتحول قانون قيصر الذي سيعمل على خنقه وخنق داعميه إلى واقع في الأسابيع والأشهر القادمة، وهو ما دفع الميليشيا لسن قوانين على وجه السرعة لنهب أكبر حجم من أموال السوريين، فضلا عن كونها محاولة للالتفاف على أي عقوبات متوقعة، يضاف لها تحويل المهجر والمغترب لما يشبه البقرة الحلوب تدعم أرصدة آل أسد البنكية في الخارج، على أن يدفع ما تبقى من هذه الأموال كرواتب لميليشياته التي تواصل قتل وتهجير السوريين في إدلب والشمال السوري. هذه الآلية، أي قتل ونهب السوريين، تواصل ميليشيا أسد استخدامها منذ سنوات وبتواطؤ دولي وأقليمي، خصوصاً أن المجتمع الدولي الذي شاهد ويشاهد الإبادة الجماعية المستمرة بحق الأكثرية السورية يعلم أن تكلفة الجواز السوري التي فرضتها ميليشيا أسد هي الأعلى عالمياً، وتصل لنحو $400 للعادي و$800 للجواز المستعجل، أي مئات ملايين الدولارات سنوياً لجيب أسد وميليشياته. حول هذا الموضوع ينضم إلينا المستشار القانوني خالد شهاب الدين معنا من الريحانية، كما ينضم إلينا أيضاً المستشار القانوني غزوان قرومفل معنا من مرسين. مساء الخير وأهلاً بكما أستاذ خالد شهاب الدين. دعني أبدأ معك، كيف تنظر إلى هذا القانون الأخير والذي ينص على الحجز التنفيذي على أموال من امتنع عن الخدمة العسكرية التابعة لميليشيا أسد؟ نعم، مساء الخير لكم جميعا. الحقيقة هذا القانون بالمجمل هو مخالف حتى للدستور، مخالف لموضوع الضمانات القضائية، مخالف لكل شيء، والهدف منه هو جمع الأموال، الهدف منه هو الاستيلاء، استمرار الاستيلاء على عقارات السوريين وخاصة المهجرين خارج سوريا عن طريق بيعها في المزاد العلني، وأن تشارك الشركات الروسية والإيرانية وشركات رامي مخلوف في الشراء السوري لهذه الممتلكات. الحقيقة هذا القانون خالف كل شيء، حتى المادة 97 من قانون خدمة العلم الفقرة هاء، هو عدى الموضوع فورا، انتقل من موضوع الحجز الاحتياطي ودون الرجوع إلى القضاء نهائيا إلى موضوع الحجز التنفيذي عن طريق وزارة المالية، ومن ثم التنفيذ عبر الطريق البيع بالمزاد العلني، حتى أنه خالف قانون الجباية الذي تحدث عنه، جباية الأموال العامة الذي ينص على موضوع الإنذار، يعني حتى تجاوز القانون الذي استند إليه وألغى كل شيء ومباشرة انتقل إلى موضوع بيع الأموال، أموال المكلف عبر المزاد العلني. إذن هو يستغل موضوع الحرب، يستغل وجود السوريين في الخارج، يستغل الوضع بشكل عام. هذه هي البيئة الآمنة الحيادية المستقلة الحقيقة الذي يريد أن يؤمنها لعودة اللاجئين. هذا دليل واضح على أنه يسعى لعدم عودة أكثر من 14 مليون سوري مهجر خارج سوريا بهذه الأفعال الإجرامية. هذا ما يبتغي من هذه القوانين. كما قلنا، إذا هذا القانون هو خرق حتى للدستور، موضوع اللجوء إلى القضاء، موضوع التقاضي، موضوع الحجز، حتى طريقة الحجز كما قلنا هو تجاوز موضوع الحجز الاحتياطي الذي هو، وتجاوز أيضا موضوع العقوبة الشخصية، لنفترض أن هذه عقوبة شخصية وعلى من مكلف تخلف عن الخدمة، إلى موضوع الزوجات، موضوع الأولاد، قال إلقاء الحجز حتى على أموال هؤلاء للتأكد فيما بعض إن كانت أتت إليهم عبر الزوج
أو عبر غيره. يعني كل ما جاء في هذا التعديل في هذا القانون الحقيقة هو لا يمت لموضوع الصياغة القانونية، لا يمت لموضوع احترام الدساتير نهائيا. موضوع عبارة عن عصابة حاكمة تقوم بتفصيل ما تشاء على قياسها من أجل مصالحها الشخصية، من أجل الحصول على الأموال، من أجل استكمال السيطرة والاستيلاء على أموال السوريين، وخاصة الذين نادوا بإسقاط النظام. هذا ما يعني هذا هو موضوع القانون بالمجمل. نعم أستاذ غزوان، يعني الأستاذ خالد شهاب الدين يرى أنه الهدف من هذا القانون هو فقط جمع الأموال واستيلاء على أموال السوريين المهاجرين، هل تتفق مع الأستاذ خالد شهاب الدين وهل من أهداف أخرى وأغراض أخرى لهذا القانون؟ تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم. بالتأكيد هناك اتفاق في هذا مع هذا الرأي بالقطع. بتقديري يعني هذا التعديل للقانون واحد من التبديات اللي بتعكس حجم الأزمة اللي بيعانيها النظام السوري واللي عم يتخبط من خلاله يمنة ويسرة في البحث عن مصادر لتمويل يعني حربه على السوريين. في ناحية قانونية أيضا بحب شير إلى، يعني نص القانون بيقول إلزام المكلف بدفع 8000 دولار، علما أنه من أتم سن 42 لم يعد يمكن تصنيفه كمكلف، يعني هو المكلف وفق قانون خدمة العلم نفسه في المادة 4 فقرة ب هو من أتم 18 ولغاية سن 42. إذا من أتم 42 لم يعد يمكن تسميته مكلفا، وبالتالي لا يجوز أن تطبق عليه يعني العقوبات لجهة أنه ممتنع عن أداء خدمة العلم أو أنه يجب أن يدفع شيء يعني فات أوانه. هذا الدفع بتقديري أو إلزامه بالدفع هو بمثابة إلزام الشخص بدفع غير مستحق، وهو إسراء غير مشروع بالنسبة للجهة التي تتحصل على تلك الأموال، لأنه لا يمكن يعني كيف تصف الشخص على أنه مكلف وهو أتم سن 42 ووفق قانون خدمة العلم من أتم 42 لم يعد يصنف كمكلف، حاله كحال من هو في سن 17، وبالتالي لا يجوز إعمال هذا النص عليه، يعني سواء لجهة إلزامه بدفع مبالغ مالية أو لجهة تبديل الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي. الناحية الثانية فيما يتعلق حتى بنص القانون، المادة 97 نفسها بتحكي عن أنه إذا المكلف أو الشخص اللي وصل إلى سن 42 والعقوبات اللي بتنفرض عليه بهالحالة ما يسمى يعني بدل الخدمة الفائت، حدد القانون نفسه أنه إذا كان الشخص خريج جامعي لسنوات تتجاوز الأربع سنوات فهو بيدفع راتب ضابط ملازم متطوع لمدة 35 شهر. فلو حسبنا الراتب المقطوع للملازم المجند ولنفترض أنه 10,000 ليرة، فهذا بيعني أنه رح يدفع الشخص مبلغ 350,000 ليرة سوري. كيف تتعامل دولة بغير عملتها الوطنية؟ يعني في القانون لا يجوز التعامل إلا بالعملة الوطنية، فكيف للدولة أن تخالف القانون وتطالب المواطن بأن يكون التعامل بينها وبينه بل بعملة غير عملتها الوطنية؟ يعني هذا شيء أشين وحقيقة يشير إلى حجم التأزم اللي وصل له سلطة العصابة الحاكمة في دمشق. نعم. بالتأكيد عملية يعني تعديل الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي في نص القانون اللي تم تعديله مؤخرا هو الهدف منه أيضا السطو على أملاك السوريين بطريقة يعني يحاولون قوننتها، وهذا ليس القانون الوحيد الحقيقة اللي عم يشرع عملية سطو على عقارات السوريين، هذا واحد من حزمة طويلة من
ربما على ما طيب أذكر أستاذ أكثر غزوان، من اسمح لي أقاطعك عند هذه النقطة لأنه يعني بدنا نسترسل فيها أكثر، ولكن دعني أنتقل بنقطة ذكرتها حضرتك للأستاذ خالد شهاب الدين. يعني ذكر الأستاذ غزوان أنه التعامل بغير عملة البلاد المحلية والتي هي الليرة السورية هو ممنوع، يعني في مناطق ميليشيا أسد اليوم تفرض هذه الدفعات في الدولار. برأيك هل هي ابتزاز جديد يضاف للابتزاز الأساسي وهو الحجز التنفيذي على أموالهم؟ نعم أكيد، يعني كما قال الأستاذ غزوان، أولا كيف دولة يعني تطلب التعامل والدفع بعملة غير العملة الوطنية وضمن الأراضي السورية وبالدولار؟ إذن هذا الموضوع كما قال هناك أزمة في البنك المركزي، وشاهدنا كيف أن الليرة السورية عانت من الهبوط وستعاني الكثير في المستقبل خاصة الأسبوع القادم. إذن هو الهدف منه السطو على أموال السوريين بالعملة الصعبة، وبالتالي ابتزازهم كون يعني من بلغ سن 42 على الغالب لديه أملاك، لديه عقارات، وبالتالي إما عليك أن تدفع 8000 دولار وتتخلص من موضوع الحجز التنفيذي. وجاء بصياغة يعني يقول أن الحبل على الرقبة، إن لم تدفعوا سيتم التنفيذ خلال ساعات، بما معناه يعني سيتم التنفيذ مباشرة. إذا هناك ضغط حقيقي، ابتزاز، وابتزاز قميء، وابتزاز يتطلب السرعة. يبدو أن حتى قبل توقيع قانون قيصر للحصول على العملة الصعبة وخاصة الدولار من أجل عملية إنقاذ الليرة السورية، أو حتى وضعها في جيبهم ويعني الاستيلاء على أموال السوريين لأخذها، وهذا اعتدنا عليه من هذا النظام المجرم ومن يعني عناصره كرامي مخلوف وغيره. وخاصة أن عدد التقريبي لموضوع من بلغ 42، ما أنا أؤكد على ما قاله الأستاذ غزوان حقيقة أنه فعلا هو من بلغ 42 أساسا هو انتهى، خلص أعفية، لم يعد مكلفا. لا. الآن أتت هذه المادة وخالفت كل شيء وقالت يفرض على من بلغ سن 42، يعني خالفت يفرض على من بلغ سن 42، هذا أصبح غير مكلف، هذا أعفي، انتهى، خلص، تجاوز سن الخدمة الإلزامية، وهذا لا. معروف يعني قبل الثورة وفي الثورة. الآن خالفوا كل شيء بعملية مافياوية الحقيقة، عملية عصابات، ليست عملية يعني عملية تشريع وعملية أن هناك دولة تسن القوانين. العدد التقريبي لمن بلغ سن 42 بعام 2016 ما يقارب 42243 حسب الإحصائية بعام 2016. المبلغ إذا ضرب بموضوع 8000 دولار ما يقارب تقريبا 338 مليون دولار. نعم. إذن هذا في عام 2016، الآن نحن في عام 2019، إذن المبلغ ما يقارب قد يصل فوق 500 مليون دولار. إذا الموضوع مدروس. أيضا موضوع إذا تم تقسيم 8000 دولار على يعني، ولكن هل هذه الأرقام هي قادرة على سد خزينة ميليشيا بشار الأسد وهو يعني يعاني من جميع أنواع العقوبات الدولية عليه بسبب الجرائم المرتكبة بحق السوريين من قبله؟ لا هو ليس نحن قلنا ليس فقط الهدف الأموال، وقال الأستاذ غزوان هناك سلسلة إجراءات وسلسلة قوانين كلها يكمل بعضها البعض وكلها يسند النظام. هناك عملية أيضا غير مباشرة هي موضوع السطو على عقارات السوريين من أجل عملية إتمام عملية التغيير الديموغرافي عبر الشركات الإيرانية، خاصة قبل الشركات الروسية، لأن هناك تنافس بين روسيا عسكريا، وإيران تريد أن تفرض سيطرتها الاقتصادية من أجل أن يحصل هناك توازن بين النفوذ الروسي الإيراني. إذن هناك أيضا أهداف بعيدة، موضوع التهجير القسري بهدف التغيير الديموغرافي والسطو على العقارات في الكثير من المناطق، وبالتالي إتمام عملية التحويل والتغيير الديموغرافي للبنية السكانية في سوريا. نعم أستاذ غزوان، بالعودة إلى موضوع الحجز التنفيذي، متى يطبق هذا الحجز التنفيذي بالنسبة للقوانين الفاعلة والسارية، وكيف من الممكن اليوم النظر على هذا النوع من الحجز؟ يعني الحقيقة قرار حجز التنفيذي هو إجراء يعني يتم اتخاذه مباشرة، يتم إحالة الملف العقار الذي تم إلقاء الحجز عليه إلى دائرة التنفيذ المدني لإعلان
عن موعد لبيعه بالمزاد العلني، يعني هو يطبق بأثر مباشر. هلأ عادة لما تصير منازعات قضائية ممكن إلقاء حجز احتياطي بقرار من المحكمة التي تفصل في الدعوة أو تنظر في الدعوة، ولكن أن تتخذ السلطة مباشرة قرارا بإلقاء حجز تنفيذي وتشرع في تنفيذه عبر دوائر التنفيذ من خلال إعلان بعد أن تفتح الملف التنفيذي خلال بضعة أيام يتم بيع العقار في المزاد العلني وتتحصل الخزينة على قيمة هذا العقار. وإذا ليس هناك من مهل في هذا الموضوع، يعني هي بضعة أيام لا أكثر ولا أقل. هذا بيعني الغاية ليس هي بيع العقارات بالضرورة من حيث الهدف الأول، إنما الهدف هو الضغط وخنق الناس على لإلزام على أداء المبالغ التي تقرر السلطة. يعني ما الذي يمنع بعد شهر آخر أن تعدل نفس المادة وتقول أنه أنا بدي 16,000 دولار بدل 8,000؟ لا شيء يمنع، لأنه سلطة عصابة تقرر ما تشاء. يعني الناحية الثانية، يعني من المشين والمعيب أن تتجاوز المؤسسة القضائية، يعني السلطة التنفيذية تتيح لنفسها أن تتخذ إجراءات يعني وتنتزع من الجهة المختصة اللي هي السلطة القضائية، فهي لا تقيم وزن، هي لا سلطة قضائية ولا إلى قانون، ولا يعنيها في هذا الأمر سوى التحصل على الأموال، وفي حال عدم الأداء ستضع يدها على العقار وتبيعه بمزاد علني، ونحن نعلم من سيحصل على هذه العقارات عندما تباع في المزاد، لأنه غيلان المال والأعمال وخاصة من الميليشيات الطائفية ومن الشركات الإيرانية ومن السماسرة السوريون الذين يشتغلون بأمرة الإيراني بكل أسف، يعني هن اللي راح يتحصلوا على تلك العقارات، وهذا واحد من أدوات سلب الناس عقاراتها. مثل ما قلت لحضرتك قبل شوي، هذا أحد القوانين اللي من جملة يعني أكثر من 23 قانون كلها تنص على إيقاع الحجز على أموال النشطاء أو أموال المعارضين أو سواء بمحكمة الإرهاب أو غيره، يعني عبر قرارات ما أنزل الله بها من سلطان، بالإضافة طبعا للقانون 10 وغيره من القوانين المتعلقة بإصلاح الصحيفة العقارية أو بالأنقاض أو بإحداث نسخة رقمية للسجلات العقارية، وكل هذه القوانين الهدف منها من حيث المآل والنتيجة هي السطو على عقارات السوريين ونزع ملكيتهم لها وإعادة تمليكها لشركات إيرانية ستشتغل على تغيير بنية ديموغرافية بالكامل بدءا من حدود البوكمال وعبر حمص وصولا إلى الحدود اللبنانية. هذا الهلال الشيعي الذي حدث عنه منذ سنوات وقبل الثورة يتم تنفيذه الآن حرفيا، وهذا ما يحصل في مناطق دير الزور وريف حمص ومدينة حمص وصولا إلى القصير وصولا إلى الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى مدينة دمشق بطبيعة الحال التي اليوم ثلث ملكيتها لم تعد بيد السوري. نعم أستاذ خالد شهاب الدين، يعني هذا القانون حضرتك والأستاذ غزوان شرحتوا مخاطره والغاية منه والهدف والشريحة المستهدفة، هل من طرق اليوم للوقوف بوجه هكذا قانون يقوم بتشريعه ما يسمى مجلس الشعب؟ يعني الحقيقة نحن ليس علينا إلا أن نوعي الآخرين، نوعي الناس، أن نوصل الرسالة إلى الجهات الدولية بما يفعله هذا النظام المجرم، ونؤكد أن هذا النظام مستمر في عملية القمع، في عملية الاستبداد، عملية الحكم الدكتاتوري من خلال أفعاله هذه، وأن البيئة الآمنة المحايدة المستقرة بعيدة كل البعد مع وجود هذا النظام وهذه الأفعال ما يثبت ذلك، وبالتالي يجب الإسراع بعملية الحل السياسي والانتقال السلطة والخلاص من هذه الطغمة الحاكمة لتندثر معه كل هذه القرارات وكل تلك القوانين الغير أساسا دستورية وغير شرعية أساسا. يعني هذا طالما أن هذا النظام الطغمة وحلفائه روسيا وإيران والصين حاليا وراءه، علينا دائما الضغط على المجتمع الدولي، على المنظمات الحقوقية من أجل المناصرة، من أجل
توضيح كل ما يجري في سوريا وكل ما يصدر عن هذا النظام للاستيلاء على أموال السوريين ولجعلهم يعني لا يعودون إلى سوريا بسبب عدم توفر البيئة الآمنة المستقرة، بل على العكس هناك بيئة قمعية، بيئة استبدادية، بيئة دكتاتورية. هناك الحقيقة عصابة تقوم بالاستيلاء على أموال السوريين بطريقة العصابة وأفعالها وليس بطريقة قانونية. هذه الأساليب ليست أساليب قانونية، لكن ألبست هذا الثوب عن طريق مجلس التصفيق، ما يسمى مجلس التصفيق، الذي سيحاسب يوما من الأيام على كل ما ارتكبه من جرائم وشراكته مع هذا النظام وتماهيه مع ما ارتكبه من جرائم بحق السوريين، سواء من ناحية الأموال أو سواء من ناحية القتل وكل الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين. دعونا نتابع مع نتائج الاستطلاع اليومي الذي يجريه الزملاء على صفحة أورينت. سؤالنا اليوم كان: ما هدف القوانين الأخيرة التي يصدرها نظام أسد بحق السوريين؟ بنسبة 10% بتقول أنه الهدف هو تنظيم العلاقة مع السوريين في الخارج وأيضا حفظ حقوقهم، بينما بنسبة 90% بتشوف أنه الهدف هو السرقة العلنية ومحاولة ابتزاز اللاجئين ماليا بشتى الطرق. أستاذ غزوان، يعني أترك لك التعليق باختصار على نتيجة الاستطلاع. الحقيقة يعني النتيجة هي تشي بمؤشرات ما يؤمن فيه الناس تجاه سلطة العصابة التي لا يستأمنها لا على أموالهم ولا على حياتهم بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك الأستاذ غزوان قرنفل، كنت معنا من مرسين، المستشار القانوني. الشكر أيضا للمستشار القانوني خالد شهاب الدين، كان معنا من الريحانية. فاصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا.